السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. وحشنا كتير. بإذن الله الكورس بتاعنا كورس تاريخ ونظريات العمارة، إن شاء الله الترم الأولاني هيبقى تاريخ، والترم التاني بإذن الله هيبقى نظريات. خلينا نتكلم في الترم الأولاني. الكورس بتاعنا دهوت اللي هو History of Architecture. إن شاء الله الكورس بتاعنا العناوين العريضة اللي فيه هي اللي إحنا بنستعرضها دلوقتي حالا دهيت. زي ما احنا شايفين كده اهوت، هنلاقي في جزء عندنا في الكورس، وانا يعني احب ان انت معاك نوتس دايما وتكتب ورايا، يعني مش كل حاجه مكتوبه هتلاقيني بقولها، في حاجات كتير بقولها مش موجوده عندي في السلايدز. فبدايه كده اهوت عاوزك يبقى معاك باستمرار كشكول او نوتس، تمام، تدون فيه اي ملاحظات وكلام انا هقوله مش موجود، فده يعني لازم نسجله، الموضوع في غايه الاهميه، تمام. وهحتاج منك برضو انت يعني ايه باستمرار دوت تكتبه وتوريه لي عشان تسالني في كل محاضره لو انت عندك حاجه فيها استفسار، وفي نفس الوقت هشوف معاك الكشكول ده في اخر ايه في اخر الترم. احنا الشغل بتاعنا كله هيبقى على ورق A4. المفروض في كل كورس كنا نعمل شغل جماعي وشغل فردي، بسبب موضوع الكورونا الفيروس المنتشر احنا ايه هنحاول ان احنا نعمل تباعد، ان شاء الله مش هيبقى في شغل جماعي، مع ان في زمايلنا بيعملوا شغل جماعي عن طريق ان هم بيعملوا ايه شبكه كده على النت، بيعملوا اجتماعات على النت ويعملوا شغل مع بعض. برضو مش هحملك فوق طاقتك، وهناخد الامور بسلاسه واحده واحده. لو واحد فيكم او جروب عاوز يعمل شغل بونص نفكر فيها بعد كده اهوت، لكن الشغل اللي احنا باذن الله هنقدمه لعلية الدرجات الاساسيه هيبقى شغل فردي. شغل فردي عباره عن ورق A4، بحيث ان انت هتسمع ورايا المحاضره وتبدا تشتغل وترسم زي ما هنتفق، وان شاء الله لما نتقابل هتبدا انت تسلمني الشغل ده اهوت عشان ايه اقيمه، تمام. يبقى شغل كلاس وورك وهوم وورك، اي شغل هطلب منك هيبقى على ورق A4. وفي كل فيديو هختار سلايد واحد او رسمه، هبدا ان انا ارسمها سكتش واطلع عليها اسهم، تمام، واشرح. هعود نفسي باستمرار ان الرسم لوحده مش كفايه والشرح لوحده مش كفايه، دايما هعود نفسي ان انا ارسم السكتش واطلع عليه اسهم واشرح عليه عشان اخد الدرجه ايه كامله. طبعا في كل ورقه انا هشتغل عليها هكتب بياناتي، بيانات اللي هي ايه اللي هي اسمي، اسم الجامعه، اسم الماده، تاريخ النهارده، واي بيانات اخرى ممكنه. اي ورقه انا هتبعتها لي هتسلمها لي، تمام، سواء كلاس وورك او هوم وورك امتحان اي حاجه لازم اكتب عليها بياناتك كامله عشان الدرجات تبقى محفوظه عندي، وساعات الاداره بتتابع معايا فيبقى ايه شغلك محفوظ عشان خاطر يبصوا عليه، تمام كده يا شباب. يبقى شغلنا كله هيبقى من خلال ورق ابيض، تمام، هيتجمع مع بعضه في فايل عشان يبقى في بورتفوليو، هيستلم في اخر الايه هيستلم في اخر الترم، هيبقى ليه درجه كبيره. طيب ركز بقى معايا، دي العناوين الرئيسيه اللي احنا هنشتغل عليها، تمام، وان شاء الله في اخر الكورس هيبقى في عندنا بحث من العناوين الرئيسيه اللي احنا هنقولها دلوقتي ديت. الناس اللي هي بتحب تبحث وتحب تشوف وتدور قبل ما انا ايه اتكلم واشرح، ادي العناوين الرئيسيه اللي احنا ايه هنشتغل عليها. الناس اللي هي ما عندهاش خلفيه، تمام، الفيديو ده يعتبر فيديو يعتبر مقدمه عامه للمنهج عشان تعرف ايه اللي مطلوب مننا وايه العناوين الرئيسيه اللي هنشتغل عليها. درست انت السنه اللي فاتت كورس تاريخ العماره 1، تاريخ العماره 1 مش كده؟ اللي هو History of Architecture 1. ايه اللي انت اتعلمته؟ فكر كده معايا وحاول تسترجع. اتعلمت العماره المصريه القديمه، ايوه، وقبل العماره المصريه القديمه كان في عندنا العماره البدائيه، تمام، وفي عندنا بعد العماره المصريه القديمه هتلاقي في بقى حضارات اخرى مختلفه غير الحضاره المصريه القديمه، في عندنا حضاره بابل واشور مش كده، في عندي الحضاره اللي هي موجوده حاليا في العراق، في عندي الحضاره الفارسيه، وفي عندي الحضاره الاغريقيه، صح، وفي عندي بعد الاغريقيه الحضاره الرومانيه مش كده، دي كلها حضارات مختلفه اتعلمنا منها حاجات كتير. برضو لو في حاجه انت ما مرتش بيها يعني ان شاء الله لما نتقابل هتقول لي بحيث ان احنا ايه نكمل المعلومات الناقصه. انا عارف انت رسمت سكتشات وتعلمت في العماره في الحضارات ظهرت ازاي، سواء المعبد المصري القديم او المسكن المصري القديم او القصور ظهرت في الحضاره المصريه القديمه، ايه تاني، او المقابر ظهرت في الحضاره المصريه القديمه او الفكر التخطيطيه، نفس الكلام في الحضاره الاشوريه، تمام، حضاره بابل واشور هي الحضاره العراقيه القديمه، نفس الكلام في الحضاره الاغريقيه والحضاره الرومانيه، تمام. طيب احنا هنكمل على الحضاره الرومانيه، فالحاجات اللي احنا اتعلمناها قبل كده مش هتترمي، محتاجين الحاجات القديمه دي نرجع تاني نبص عليها عشان هنكمل الحضاره الرومانيه. من بعد الحضاره الرومانيه، تمام، هنتكلم بقى حضاره الفجر المسيحيه والحضاره البيزنطيه زي ما هو مكتوب كده فوق. يبقى حضاره الفجر المسيحيه والحضاره البيزنطيه
هتلاحظ احنا دايما بنتكلم على الطرز وعلى المباني من خلال الكنائس في الكورس ده اهو. طب ده سؤال مهم، ليه بقى انا بشرح واتكلم من خلال الكنائس؟ خد بالك بقى، دايما المباني الدينيه هي المباني اللي الناس بتحافظ عليها. يعني في الحضاره المصريه القديمه لما جيت درست اكتر مساكن وقصور، ولا درست المعابد؟ المعابد اكيد مش كده، المعابد والمقابر اللي هي المباني الدينيه والمباني الجنائزيه، هي دايما المباني اللي هي الايه بتتوارث عبر الاجيال. يعني انا متاكد لو انت طلب منك او لو انت اشتغلت على القصور او البيوت القديمه في الحضاره المصريه القديمه، ها، هتبقى بالنسبه لك مؤلمه شويه، تبقى صعبه عشان مش تلاقي عنها يعني ايه معلومات كتير. هو في معلومات بس مش كتيره زي المعابد والمقابر. عشان كده احنا دايما هنتناول الطرد من خلال ايه المبنى الديني. طب ايه المبنى الديني في العصر ده هو او في الوقت ده هو؟ هي المباني اللي هي الكنائسيه، تمام. عشان كده دايما هنشرح لا اما دير لا اما كنيسه لا اما كاتدرائيه، سواء بره مصر تنتمي للحضاره الغربيه او الرومانيه، سواء الشرقيه او الغربيه زي ما هنتعلمهم، او جوه مصر، تمام كده. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على فجر المسيحيه. فجر المسيحيه ديت تعتبر هو الجزء اللي بعد نهايه الكورس اللي درسته الترم اللي ايه الترم اللي فات او السنه اللي فاتت، اللي هي في تاريخ العماره واحد، تمام، الحضاره الرومانيه. يبقى بعد الحضاره الرومانيه هتلاقي الحضاره الرومانيه انقسمت حضاره شرقيه او امبراطوريه شرقيه وامبراطوريه غربيه. دي الامبراطوريه الرومانيه كبيره، فالاثنين بيمثلوا عماره فجر المسيحيه. فكده هندرس العماره البيزنطيه، تمام، وهنلاقي الفرق بين البيزنطيه وفجر المسيحيه. وفي بعض الكتب هتلاقي ان الاثنين بينتموا لفجر المسيحيه، بس الجزء اللي هو يعتبر فجر المسيحيه اللي احنا هنتناوله في الكورس بتاعنا ده بينتمي للامبراطوريه الغربيه، تمام، الامبراطوريه الغربيه. وهنلاقي ان هو البيزنطي ده امبراطوريه شرقيه. يعني ايه امبراطوريه غربيه؟ يعني ايه امبراطوريه شرقيه؟ ويعني ايه امبراطوريه رومانيه؟ تمام، الناس اللي نسيت ان شاء الله من خلال الخرايط هنشرح كل الكلام ده ونعيد عليه وناكد عليه، وهنعمل اوفرلاب ما بين نهايه الكورس اللي فات هرجع تاني اتكلم عليه وبدايه الكورس ده اهو من خلال فيديو وشرح ان شاء الله هيجي بعد كده من خلال الفيديوهات اللي جايه. يبقى ركز كده معايا، عندي عماره فجر المسيحيه، تمام، اللي هو ايرلي كريستيان اركيتكتشر. ودايما هتلاقي المصطلحات مره بالانجلش ومره بالعربي عشان خاطر ايه هتدور دايما في اكتر من مرجع، تمام، مش هينفع بس اعتمد على العربي، لازم اشوف الانجلش، ما اعتمدش بس على الانجلش، في عندي مراجع عربيه في منتهى الجمال، فهي القصه لازم هعمل ايه دمج بين الاثنين. بعد كده دوت الحضاره او الفكر البيزنطي، تمام، اللي هو بيزنطيان اركيتكتشر. بعد كده هلاقي ان هوت كمان هندرس بقى، تمام، الفكر والطراز الرومانسكي، تمام، اللي هو ظهر معايا في اكتر من بلد، سواء كان في ايطاليا او فرنسا او المانيا، تمام، او انجلترا. فدي نماذج مختلفه هنشوفها بتختلف من مكان للتاني، برضو في اسبانيا، يعني اللي احنا بنقوله دي بلاد كلها تنتمي للامبراطوريه الغربيه زي ما هنشوف بعد كده. بعد ما هنتعلم الطراز الرومانسكي من خلال المشاهد المختلفه والتصميمات المختلفه اللي هنشوفها في الكنائس، تمام، هنشوف بقى الايه الجوثيك اركتكتشر اللي هو يعتبر الايه العماره القوطيه، تمام، يبقى رومانسكي وبعد كده هو القوطي، تمام، وبعد القوط وبرده القوط هتعلمه واشوفه في نفس الايه البلاد المختلفه تنتمي للامبراطوريه الغربيه، هي ايطاليا، فرنسا، المانيا، انجلترا، اسبانيا، بعضها هولندا، وحاجات كده ايه هنعدي عليها. طيب وبعد الاثنين دول اللي هو رومانسكي والقوطي هنشوف بقى ايه رينيسانس اللي هي عماره عصر النهضه. عماره عصر النهضه، الله، يعني قبل كده ما كانش نهضه، كان المستوى كان متدني او الكيرف كان نازل. هنشوف ده ازاي ده حصل وازاي حصل نهضه فكريه، تمام، وعلميه اثرت بشكل مباشر في مجال العماره. دايما العماره يا شباب هي مرآه المجتمع، يعني كل ما تبقى العماره متقدمه كل ما يبقى فيها فكر وتطور، ده معناه ان المجتمع اللي في ظهره ده فعلا كان متطور في وقته. طيب عماره عصر النهضه اللي هو رينيسانس. بعد كده هنشوف بقى الايه عماره الباروك اللي هي طلعت من عماره عصر النهضه، معتبر عصر تاني، تمام. وهنشوف برضو جزء اخير كده عندنا من المحاضرات هيبقى عن العماره في مصر، ها، عماره الكنائس في مصر، سواء عندنا كنيسه او دير او كاتدرائيه. يبقى في جزء عندي كده بيتكلم عن العماره في ايه عماره الكنائس في مصر، يعني بالتوازي كده هنشوف الغرب كان شغال ازاي وفي مصر الدنيا كانت وقتها ماشيه ازاي، التصميمات المختلفه في المساقط والقطاعات والواجهات بره مصر كان شكلها عامل ازاي وجوه مصر كان شكلها عامل ازاي، يا ترى مصر تنتمي للفكر امبراطوريه شرقيه ولا الغربيه. كل ده هنشوفه بالترتيب، تمام، من خلال المحاضرات اللي جايه، من خلال عرض الصور وعرض الفيديوهات ومن خلال الشرح ومن خلال رسوماتك، وحاجات كتير هنعملها باذن الله في خلال الترم ده. في عندنا بحث علمي scientific research هيتسلم معانا،
البحث ده في حدود 10 ورقات، تمام؟ هننظمها ونتكلم عليها من خلال الباشمهندسين، ان شاء الله هيبقى في تعاون بيننا وبين المعيدين عشان خاطر يشرحوا لنا ازاي البحث ده بيتعمل، تمام؟ ازاي يبقى في مقدمه، ازاي يبقى في عندي عرض، ازاي ان انا ارسم سكتشات واحط فيه عشان اشرح عليه، وازاي في الاخر يبقى في عندي خاتمه ومراجع، تمام؟ في بحث علمي هيتعمل ان شاء الله، هيتقدم في اخر الايه، في اخر الترم. ان شاء الله الكورس بتاعنا هيبقى فيه جزء منه اونلاين زي ما الجامعه بلغتنا، وفي جزء منه تاني هيبقى من خلال ان احنا بنتقابل في المحاضره وهناخد ملاحظات على الحاجات اللي انت مش فاهمها بحيث ان احنا ناكد عليها ونشرحها، ولو في حاجه هتتسلم برضه هنشوف مع بعض ازاي هتتسلم من خلال ايه لما نتقابل. فاحنا التعليم بتاعنا يعتبر جزء منه اونلاين، والجزء التاني هيبقى من خلال الايه، من خلال المحاضره والسكشن في الجامعه، تمام كده يا شباب؟ ان شاء الله كلنا نجيب تقدير في الماده، ان شاء الله مفيش اي حاجه تخوف، انا معاك واحده واحده. اي استفسار هتبعت على الاكونت بتاعي، وكده كده هنتقابل في الجامعه بحيث لو عندك اي استفسار هرد عليك، تمام كده اهوت. درجاتي زي ما انا بقول في عندي شغل كلاس ورك وهوم ورك هيتقدم باستمرار على الاي 4، احنا بنسهل المواضيع على الاخر، هحاول ان انا ما اعملش على لوحات ونشتغل على الاي 4 بحيث يبقى ده المتاح اللي اقدر ان انا اشتغل عليه بمنتهى السهوله واصوره، تمام. وبرده هنشوف مع بعض البحث العلمي هيسلم في اخر الايه، اخر الترم. شكرا لكم يا شباب، نشوفكم دايما بخير، ويا رب تكون دي مقدمه يعني الى حد ما وضحت لك الامور، وان شاء الله الماده بتاعتنا تبقى ماده جميله بحيث انت تبقى قبل الماده مختلف تماما على انت بعد الماده، تمام. يبقى شخصيتك اتغيرت، اختلفت اختلاف كبير، وان شاء الله الكورس يكون في صميم عندك، تمام، يساعدك ان انت في التصميم المعماري وكمان في ستراكشر وفي غيره، يعني انت ايه تحط نفسك ان انت هتبقى في خطوه اعلى او ان انت تبقى افضل من زمايلك الموجودين في الاماكن الثانيه. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم دايما بخير. دكتور كمال الجمالاوي.